يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الشخص يملك عدداً من الشياه وجبت فيها الزكاة وقيمتها هذه الشياه بين 600 و700 ريال، إذا إيش؟ إذا كان شخص يملك عدداً من الشياه، نعم، ووجبت فيها الزكاة وقيمة هذه الشياه الواحدة بين 600 و700، وجاءه المصدق وقال ولي الأمر قد حدد 250 ريالاً لقيمة الشاة الواحدة، هل علي شيء في هذا أم يجب أن أدفع الفرق؟ يدفع الباقي، يعطي المصدق اللي هو طلب ويدفع الباقي للفقراء. نعم.